حصل أمس مثير، لكنه لا يعدو كونه إكمال المهمة. البعض يفكر يعني مثل ما قال النظام السابق ببداية الثورة أنه الثورة قامت بأيدي إسرائيلية، وهذا كلام طبعا منافي للحقيقة. ليس من المعقول أنه ثورة تقوم بوحي من الأعداء، لكن الحادثة اللي حصلت أمس وضرب بعض المواقع للفرقة الرابعة كونه إكمال المهمة الإسرائيلية اللي هي بدها عبارة عن خلط للأوراق منها. كان في تخوف إسرائيلي من شيئين، من الأسلحة الكيماوية ومن الأسلحة اللي أتت حديثا من إيران للجيش السوري النظامي. الأسلحة الكيماوية طوعا سحبها النظام وأرسلها إلى قبرص، لكن لا يزال بعضها موجود ضمن الداخل السوري، وحقنوها بصواريخ أرض أرض وبصواريخ الطائرات من أجل الضرب فيها المواقع، مواقع الثوار. أما السلاح الكيماوي الباقي وصل بأمان لقبرص، وهذا مثير يعني أنه السلاح الذي يتبجح فيه النظام عبر فترات طويلة من المقاومة وكذا هو استخدمه ضد الشعب، ولما أوحى له أسياده سحبوه باتجاه الخارج السوري حفاظا على أمن إسرائيل، مو مثل ما يصور البعض. الخلط الأوراق يقول إنه إسرائيل خايفة من هذه الصواريخ أن تقع بأيدي الثوار، وخاصة إسرائيل يعني تفسر هذا بأنه الثوار تقصد فيهم التيار المتشدد أو بين قوسين القاعدة. أكيد موجودة القاعدة موجودة، لكن بأسماء مختلفة، ونحن لا خلاف بهذا الموضوع لأنه الكل مجمع على إسقاط النظام. أما إذا كان في برامج أخرى أو في إيديولوجيات أخرى هذا فيها كلام فيما بعد، لكن الآن ما في خلاف ما بين الثوار. هناك برنامجين، برنامج يعني بالداخل السوري، برنامج الخلافة الإسلامية، والبرنامج الآخر اللي هو الناس المحبين للديمقراطية واللي خرجت الثورة أصلا من أجل الحرية والديمقراطية. اللي حصل أمس الخوف، التخوف الإسرائيلي من أنه النظام نجح أمام العالم كله بأنه يصور الذين يقاتلونه من الجيش الحر هم المتشددين فقط أو هم القاعدة فقط، وهذا استهتار أو بالأحرى تركيز إعلامي شديد على أنه القاعدة اللي عم تقاتل النظام، بينما هي القاعدة قوة قليلة موجودة لكنها قليلة ولا تشكل التيار الكبير في الداخل السوري. صحيح كانت عامل جذب لما تتمتع فيه من قوة اقتصادية أو من قوة دعم كانت تعطي فيه الثائرين بعض الأموال حتى يعيشوا فيها، لذلك في البعض الكثير يعني انتسبوا إليها لكن لم ينتسبوا فكرا، انتسبوا فقط لمقاتلة النظام. الجيش الحر يزحف الآن بكل المواقع، في مواقع يعني الجيش النظامي أعطى أوامر بسحب كامل يعني معظم وحداته لمساندة الجيش القصر الجمهوري في دمشق للحراسة والدفاع عن المعقل الأخير. أيضا في كثير من القوات الذي سحبها متجهة باتجاه حمص، يعني هذا والقوات كلها في حركة وفي دأب، البعض يريد المحاصرة والبعض يريد أن يهرب. الليلة الفائتة بالذات حصل الكثير من الانشقاقات أو بالأحرى من الهروب من يعني بشكل مدوي. الضربات التي حصلت أمس لم تحصل بالسابق، حتى يعني يقول البعض أنها فيها قوة نووية لكنها صغيرة، لدرجة أنه أحدثت اهتزاز يعني على قياس ريختر بقوة 4، هذا ما قالته بعض المواقع، فيعني انفجارات قوية جدا. فهذا اللي أخاف الفرقة الرابعة والجيش اللي الجيش العقائدي اللي كان عم يحمي النظام، مما سبب أنه ينسحب أو يهرب أو بالتالي ينشد الأمان عند أهله، يعني حس أنه هذا الضربات الأخيرة القوية. فبعض المواقع بتقول أنه 2000 جندي إن اللي قتلوا بلحظات، هذا طبعا ما في تأكيد عليه،
لسه يعني الأمور جديدة، لكنها بعض المواقع تقول هذا. يعني الشعب السوري لاجئ، يعني أكثر من نصفه لاجئ. بالداخل السوري في أكثر من 7 مليون نازح عن أراضيه، وبالخارج في 4.5 مليون. في مصر وحدها في 2 مليون، ممكن يزيد إذا ما انهار النظام، لأنه إذا انهار النظام ممكن يصير حركة عودة، بالعكس يعني يصير رجوع إذا انهار النظام، وهذا المتوقع يعني في الساعات الأخيرة أو بالساعات القادمة، خلنا نقول اليومين القادمين أو 3 أيام، ستبين الصورة وتتضح أنه هل النظام بدأ بالتآكل الفعلي والسقوط بدأ يهوي، أم أنه لا يزال في بعض التماسك. هذا مرهون بالساعات القادمة. إسرائيل بالأصل كانت عم تنسق مع الثوار، وهذا منافي للحقيقة تماما. إسرائيل كانت هي الحامية للنظام بالخارج، وهي اللي كانت عم تضغط على كل دول العالم من أجل أن تعطيه المهلة تلو المهلة، من أجل أنه يقضي النظام على الثورة.